بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أرحب بالسادة الحضور جميعا، الهيئة الطبية العامة، مدراء المستشفيات، مدراء الطبيين، مكاتب تحويل المرضى، منسقين، مراكز خدمات التعاون الصحي بالمستشفيات المرجعية، وأيضا كل من حضر ليشارك برأيه وبجهده. كما أرحب بزملائي شركاء النجاح، زملائي بمستشفى الملك فيصل التخصص مركز الأبحاث، الذين حضروا تقريبا أكثر من 20 قسم للمشاركة معنا بهذا اليوم. وأشكركم جميعا على قبول دعوتي لحضور هذا اللقاء المهم والذي يجمع جميع مقدمي خدمات المرضى من الطرفين. وأرحب أيضا الآن بسعادة الدكتور بجانبي، من الدكتور هيازع محمد الشهري، المدير للهيئة الطبية بتبوك، كذلك زميلتنا عبير الخضير من القريات ولها مجهود كبير جدا. يعتبر هذا الاجتماع لقاء تحضيري للقاء يعني مزمع عقده بإذن الله سبحانه وتعالى بعد الحج، وسوف يستخدم في هذا اللقاء طريقة، الآن نحن نستخدم طريقة العصف الذهني. أنسى تماما أنك أنت مسؤول مدير هيئة طبية، أنسى أنا أني مدير صحة إلكترونية، أختي أيضا تهاني تنسي أنها يعني نحاول نجد مشاكل ونبدأ نناقش فيها الآن. كل اللي أنت تقوله الآن يعني ما هو يعني فقط أفكار وممكن نتعاون فيها مع بعض. أرجو من الجميع أن يتناسوا وظائفهم ومسمياتهم علينا التفكير خارج الصندوق. إحنا الآن يهمنا يعني بشكل واسع وكبير جدا إننا إحنا نجتمع ونبدأ نفكر. أنا استلمت جميع مقترحاتكم وأفكاركم وسجلناها، وبإذن الله حنعملها كلها بيتكلم عنها الآن الدكتور هيازع الشهري إن شاء الله. سوف نناقش في هذا الاجتماع كل ما يخص شؤون المريض من بداية تحويله وقبوله وأثناء علاجه وبعد خروجه لمنزله أو إلى مستشفى المحول. يهدف هذا اللقاء إلى تقوية العلاقات بين مختلف الأطراف، بحث أفضل السبل لتقديم أفضل الخدمات بجودة عالية وبأقل تكلفة، حصر جميع الخدمات المقدمة من قبل جميع الأطراف، صياغة ومراجعة آليات وتقديم آليات تقديم الخدمات، رسم العلاقات بين جميع الأطراف، تحديد المسؤوليات والالتزامات، إضافة خدمات إلكترونية جديدة لبوابات التخصص الإلكترونية بحيث يسمح للعاملين بوزارة الصحة مشاركة المعلومات الخاصة بمرضاهم المحالين بيسر وسهولة. مثال ذلك طلب تجديد العلاج السنوي من الهيئة الطبية العامة، سحب العينات المخبرية، عمل أشعة في المناطق، الرأي الطبي الثاني، طلب الأدوية والمستلزمات الطبية الطارئة لغير مرضى التخصصي، طلب صرف أدوية لمرضى التخصصي من المستشفيات المحيلة، طلب متابعة تغيير الضمادات في المستشفيات المرجعية، العيادات المرئية، العيادات التخيلية، العناية المركزة، وتأسيس بوابة. يعني نحن نسعى الآن إلى تأسيس بوابة، البوابة موجودة هي الآن، تأسيس بوابة إدارة الإحالات لمتابعة مرضى الانتظار وخروج المرضى. الآن في جميع هذه البوابة الحالية فيها تحويل المرضى إلكترونيا، تجديد وطباعة المواعيد، طلب التقارير الطبية وطباعتها، طلب قائمة بزيارة المريض السابقة، إعادة صرف الدواء، طلب صرف المستلزمات الطبية، إرساليات البريد السريع، الخدمات الاجتماعية، علاقات المرضى. أنا ما حاطيل عليكم الآن، ولكن إن شاء الله أختنا تهاني بإذن الله الدكتورة سوف تقوم بإعطاء لمحة سريعة عن نظام قبول المرضى بالمستشفى لفصل التخصصي، متابعة المرضى بعد قبولهم، التعامل مع هيئات المحول الخارجية، تنسيق خروج المرضى بالتعاون مع الإدارات المختلفة بالتخصصي. ثم بعد ذلك إن شاء الله تأتي كلمة سعادة مدير الهيئة الطبية العامة. هو الآن حيعمل لكم إيش التالي؟ هو الآن حيجمع جميع ما قالوا المرأة الهيئة الطبية ويبدأ يناقشها مدة 10 دقائق بعد كذا، وبعد كذا نفتح النقاش ويبدأ إن شاء الله الأخوان الآخرين فيه. طبعا الدكتور حيتكلم عن دور الهيئات الطبية، الهدف من إنشائها، إصدار أوامر الإركاب، دورها في تنسيق خروج المرضى، وما هي العلاقة بينها وبين مستشفيات المنطقة، العلاج في الخارج، طلب التقارير السنوية المحدثة لحالة المريض. أبغاكم تعذروني إنه ما نستطيع إننا إحنا نعرف بالموجودين كلهم الآن، ولكن أي مشارك يبدأ مشاركته يعرف بنفسه مباشرة. المشاركات من الهيئات الطبية والمستشفيات الثانية حتكون حسب الترتيب اللي أرسلته لكم في الأجندة. تفضل يا دكتور.